عناوين سنة بالنيوز. مارتن واختبار جديد مع الراب. عندي 14 سنة وبحب ألعب بيانو وبحب كمان ألعب تنس وبحب القراية. مدرسة الكل بين الأقدسين وكرمس مخصص للأطفال. اليوم بالسان كارف مثل ما شايفين في كرمس اللي هي بتصير على 3 أيام، هو بروجي بيتحضر مع تلاميذ السكوند. مهرجان أغصان الكرمة من مصر. يسوع من لبنان مخيم صيفي للأطفال. المخيم الصيفي اللي عندنا مؤلف من 230 ولد. اهلا وسهلا فيكم ببرنامج سنة بالنيوز، انا جينيفر وانا غادي. مثل ما تعودنا برنامج سنة بالنيوز هو برنامج اخبار اللي بعرفكم على اخبار الاطفال وبيطلعكم على امور عمليه بتفيدكم بحياتكم اليوميه، واكيد رح نجاوب على اسئلتكم اللي ارسلتوها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وما ننسى صوركم ورسوماتكم اللي ارسلتوها لنا. وكمان بنرحب بالاستوديو معنا زميلتنا رومي يلي رح تطلعنا على طرق عمليه حتى نقرا الكتاب المقدس. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغادي. وكمان زميلتنا جوال خراط يلي حتعرفنا على اخر الصور اللي ارسلتوها لنا. مرحبا جوال. هاي جينيفر وغادي. الناس بتعرف انه نحن اتباع للمسيح لما بيشوفوا اعمالنا الصالحه ومحبتنا حتى للناس اللي بيكرهونا، وهيدي هي الشهاده اللي بنحملها للعالم. مارتن من جمهوريه مصر العربيه عنده شهاده عن اختباره مع الرب. تقرير بالقدو. أنا اسمي مارتن وائل، عندي 14 سنة وبحب ألعب بيانو وبحب كمان ألعب تنس وبحب القراية. من البداية كان عندي 6 سنين فبابا وماما اقترحوا عليا إني ألعب أورج أو بيانو، أنا فوافقت. أنا كنت واخده كلعبة مش مش كدراسة. وبعدين أنا في سن معين أنا كنت المشكلة في إني أكمل في موضوع الأورج، رفضت في مرة إني أكمل موضوع الأورج، كان عندي تقريبا حوالي 10 سنين. كان الموضوع بالنسبة لي دراسة فما كنتش حابب الموضوع، كنت عايزة أبقى لعب كهواية، حاجة عمالة بتتكرر، ليفلات عمالة بتتعمل، وبعدين كل ليفل بيبقى عليه امتحان، الامتحان ده بيبقى زهق، لو ما نجحتش بعيد الليفل تاني. فروحت قلت لبابا وماما أنا مش عايز، فهم قعدوا يقنعوني حوالي 3 سنين لحد ما اقتنعت، ودلوقتي أنا بحب أقرأ الموضوع ده ومكمل فيه ويعني مكمل فيه أكتر وبحاول أطلع حاجات أكتر. دلوقتي داخل في منهجين، منهج تبع المعهد اللي انا بتعلم فيه ومنهج تاني تبع بره اسمه ترينتي. ترينتي انا في جريد 3 وهما 8 جريدز. اما بقى بالنسبه بقى لل يعني لكساره او المعهد اللي انا بتعلم فيه وصلت لحد بري ليفل 7. بيبقى فيه في المعهد اللي انا بخش فيه بيبقى كل سنه بيبقى فيه حفله. الحفله دي بيبقى اخر الحفله خالص بناخد شهادات تقدير، دي حاجه تانية غير ان المدرسه لما طبعا بيبقى لما المدارس بيعرفوا ان في ناس بتعزف في ناس عندها مواهب بتبتدي يديهم شهادات تقدير يدخلوهم حفلات. نفس الحكايه برضو في الكنيسه لو انا داخل في كورال او كده بيدونا زي شهادات تقدير. انا بحب اني استخدم موهبتي في الخدمه لان انا بحب اخدم عامه، يعني اخدم ربنا اخدم الناس. ومثلا لو في مثلا كورال او حاجه بتتعمل في الكنيسه بحب اوصل المسج من خلال الاورج او العزف، يعني يعرفوا ربنا اكتر ويعرفوا يبقى يعني البيانو او الحاجات اللي بتتعزف بيبقى فيها احساس، الناس بتبتدي تسمع الموضوع وبتبتدي تسمع الترانيم وكده بيبتدوا يحسوا الاحساس بتاع الترانيم. بحب اطلع كمان يعني بيبقى فيه في الكنيسه حاجه زي التسابيح في حاجه زي كده بحب اطلعها. انا بحس ان العزف بحس ان بيبقى خدمه او حاجه بتقربني لربنا اني بحس بالكلام اللي بيتقال بحس باللحن اللي بيتعمل.
لو في حد مر بالإحباط أو بالزهق في موضوع الميوزك أو كده، أنا أحب أقوله إنه يكمل. هو الموضوع بيبقى في الأول صعب لأن بيبقى زهق، أنا باخد نفس الليفل، بامتحن نفس الليفل، فلأ كمل في الموضوع، ولما توصل لليفل معين هتحس فعلا إن الموسيقى أو العزف تقريبا يعني بيبقى عامل زي طعم، في طعم يعني، في إحساس. قامت مدرسة القلبين الأقدسين ببيروت كرم السنوية اللي من خلاله بيجمعوا التبرعات تساعدوا التلاميذ يلي بيعانوا من ضيقة مادية. وهيك نشاطات بتخلينا نتسلى وندعم الآخرين بنفس الوقت. تقرير ريبيل الدو. هاي معكم جنى من سنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بسان كارو السيوفي اللي نظمت كرمس بيعود رائع للأطفال مش قادرين يكفوا قصتهم. أنا مشارك بالكرمس لأنه هون إذا وقت ندفع نحن منساعد الفقراء تيقدر يدفع وسط المدرسة ويجوا على المدرسة يتعلموا مثلنا. أنا مشارك بالكرمس كرمال اتسلى وكرمال لأنه أنا سكوت كرمال ساعدهم هيك. أنا الشخص منظم الكرمس، نعم بروميتنا إنه عم بتنظم هالكرمس وإنه جيت اتسلى وهيك. قلي بدي سيب بدي من هون حطها هون بلا ما توقع بهون خسرت. خبرنا شو لعبت اليوم. اليوم لعبت تقريبا كل الالعاب. هلا بقى انا عم بلعبها. بدك تاخدي بال توقفي هون بتكبي اياها. انا من اول ضربه عرفت اعملها. اول شيء قبل بدك تعطي بونت تروحي تبر من رولي اللعبه بيطلع لك تلعبيها. انا اليوم جيت على الكرمز اتسلى وتساعد السجونز لأن هن إجزوا أقارن زيلو كرمس. اليوم بالسان كارف مثل ما شايفين في كرمس اللي هي بتصير على 3 أيام. هو بروجي بيتحضر مع تلاميذ السكوند وبيتحضر أكيد مع الإدارة والتلاميذ اللي هن بيساعدوا شوي بالأورغانيزاسيون بالأفكار الأنيماسيون والجو يلي عم تشوفوهن. عنا جو غونفلاب، في جو تراديسيونيل يلي هن الولاد عاملينهم، وفي جو الكتريك، في عدة ستاندات نوريتور بالجاردة مثل ما شايفين، في هلا كونسير محضرينه تلاميذ السي او 2 كمان اللي هو كونسير شان، في اغاني محضرينه والاهل اكيد اجوا لحتى يحضرون ويشجعون. دونك هيدا عنا هون ريزومي. في كمان سبيكتاكلات انيماسيون على ثلاث ايام. في نهار السبت سبيكتاكل بات باتروي يلي هو بهم الصغار اكيد من عمر 3 الى 7 سنين، وباقي الايام في انيماسيون كل الوقت بين الصغار والكبار. هدف من الايفنت كله اكيد مشاركه التلاميذ اللي هن يتعودوا يحضروا بروجي، يتعودوا يكونوا انجاجي ببروجي وكيف ينظموا بروجي. والهدف الثاني هو انه كل البنفيس يلي نحن نربحها من هيدا البروجي تروح للبورس سكولير، يعني للتلاميذ يلي مش قادره تدفع قسطاتها لحتى يتساعدوا بقسم معين من القسط. خلال السنة عم بيكون في كتير ايفنتات، بنعمل كذا بروجي، مع كل صف بنشتغل بروجي بيكون عنده التيم تبعه. بنبلش من عمر السيزيام حتى ستيام للترمينال. كل صف عنده بيوت للبروجي تبعه، بس اكيد بالنهاية في بورسنتاج منيح بيروح للبورس سكولير. مثل ما شفتوا الطلاب كلها شاركت لتساعد وتدعم رفقاتها لتقدر تكفي مدرستها. كانت معكم جنى من السنابل نيوز. مهرجان أغصان الكرم السنوي من جمهورية مصر العربية. وعنوان هذا المهرجان اسمعني، ضمن مسرحية وترانيم للأطفال. تقرير بيلقى الضوء. هاي، ازيكم يا اصحاب؟
أنا أميرة من السنابل نيوز مصر، وإحنا النهاردة في الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية في مهرجان أغصان الكرمة السنوي بعنوان إسمعني. تعالوا نسمعهم ونشوف هيقولوا إيه. تروح للرب يسوع باستمرار وتقول له أنا حياتي الوحشة دي والخطية هحطها عندك يا رب، سامحني على كل حاجة، وعايز كمان مش تسامحني بس، ده أنا عايز علاقة قوية بيني ما بينك. يروح الرب يسوع يقول لي خلاص، لكن هدي لك قلب تاني مليان حياة حلوة، بس مش حياة حلوة وخلاص، ده علشان لازم يا ابني ويا بنتي ويا كبير ويا صغير حياتي تبقى معاك باستمرار. يعني ما ينفعش يوم ويوم، لما تكون حياتك باستمرار مع الرب يسوع، الرب يسوع هيدي لك حياة حلوة. اوعى تخلي اي حد يلمس هنا، ليه؟ يلا اسمع. او تخلي اي حد يمسك كده، عشان ايه؟ علشان ده جسمك انت، مش من حق اي حد، مش من حق اي حد يعمل كده. حاضر حاضر. لو حصل معك كده لازم تقول على طول، هقول روح لبابا وماما بسرعة، اجري على طول، هقول هقول علشان هم يساعدوك، هم يقدروا يحموك، واللي عمل كده ياخد عقاب معقول، لازم يتعاقب. صموئيل صموئيل كلمني، انا عبدك سامع. انا مش هخبي عليك يا صموئيل، وهقول لك الاسرار اللي في قلبي. انا هعمل حاجه كل اللي يسمع بيها ودانه هتصفر، وهنفذ كل الكلام الصعب اللي قلته على بيت عالي الكاهن، لانه ما قالش لولاده لا على الغلط ولا وقفهم عن فعله. امين يا رب. ايه اكتر حاجة عجبتك النهاردة؟ انا محدش يلمس جسمي. الكوباية لما كانت مش نظيفة، لما ربنا جه خلاها بقت نظيفة. ترانيم بتاعت الفريق الراعي بالحركات. ان انا ما اشغلش نفسي بالتابلت والايباد، بس اشغل نفسي بربنا بس. عجبتني مسرحية حنا ماما الصومية. في السنة اللي فاتت ربنا بيقول لنا كلهم تعالوا امشوا ورايا، والسنة دي كمان واحنا بنمشي وراه بيقول لنا اسمعوني واسمعوا كلمتي. وفي نهاية حلقتنا النهاردة يا اصحابي، عايزة اقول لكم ان اكتر حاجة عجبتني المسرحية، بالذات لما صمويل قال تكلم يا رب لان عبدك سمع. عشان كده لازم نفتح ودننا ونسمع كل الكلام اللي ربنا بيقوله لنا. كانت معكم اميرة من السنابل نيوز مصر. باي باي. النشاطات الصيفية مهمة للأطفال، لأنه من خلالها بيمضوا أوقات مسلية ومرحة بفصل الصيف. أقيم بمنطقة فالين بلبنان مخيم صيف للأطفال، ومارسوا فيه عدة نشاطات رياضية. تقرير بالإدو. هاي، معكم كارول من أسنابل نيوز. بلدية فالين مزهر والمجذوب حبت تعمل مخيم صيفي رياضي للفوتبول والباسكتبول. تعالوا نحضره سوا.
هالسنه المخيم الصيفي اللي عندنا مؤلف من 230 ولد مقسمين فوتبول وباسكت من اعمار 4 سنين ل 16 سنه. هيدا المخيم بيتضمن بس هدفه برعايه البلديه اكيد، والرئيس رئيس البلديه الرئيس جورج هو دعمنا داعم مطلق. هدفه هيدا المخيم نجمع الاولاد كعائله وحده، نربيهم على الاخلاق وعلى الرياضه بذات الوقت، نعلمهم التكنيك الفوتبول تكنيك الباسكت مع احلى كوتشيه. في بكل تمرين مثل ما شايفين 8 مونيتوريه واثنين كوتش، وكلهم اندر كنترول من قبل الديركتور جنرال هون بالملعب الكوتش ويليام رموز ومسيو ريشار هيكل. بدي خبركم شوي على التمرين. هالسنة منظمة، كل سنة عم تنظم أكثر من سنة، كل سنة عم نشهد لعيبة أكثر من سنة. بدي أقول لكم شغلة، إنه التمرين عم بيكون مميز، عم نشتغل من قلبنا مع تلاميذنا لنعطيهم كل شيء عنا لنوصل لمرحلة معهم إن شاء الله بيكونوا محترفين ويوصلوا مطارح كتير كبيرة. ما بيطول عليكم كتير، بس بدي أقول لكم هيدا الشيء، إنه عنا تلاميذ من الطراز العالي، وإن شاء الله بكرة الأيام تشهد بصليم شو عم تخرج بلدية بصليم بشكل أقل الكبير. في هذا النشاط الصيفي شو ما كان، سواء كان رياضي أو سواء كان اجتماعي أو ثقافي، هو من شان نخلي هالأولاد يجتمعوا مع بعضهم، يعملوا اكتيفيتي بحبوها، يمارسوا هوايتهم. بنفس الوقت اكيد مش كل اللي رح يكونوا موجودين هون باللعبه او عم بيتمرنوا او مشاركين بهذا المخيم رح يصيروا لعيبه فوتبول، بس الهدف مش بس انه ننمي لهم مهاراتهم الكرويه، الهدف كمان انه نخليهم يعيشوا جماعيا مع بعضهم، يتعودوا مع بعضهم، يربوا رفقه، يربوا اصحاب مع بعضهم، يعرفوا قيمه العمل الجماعي، لانه مثل ما بنعرف الفوتبول هو لعبه جماعيه. أنا بحب الفوتبول لأنه حلو ومتسلى وبضل فوت أهداف. أنا بحب الفوتبول لأنه فينا نحرك جسمنا وإيدينا وإجرينا، لكمان بيعطوا كومبيتيشن ميداي وتروفية. مثل ما منهتم بحياتنا الجسدية بلعب الفوتبول والباسكتبول، كمان لازم نهتم بحياتنا الروحية بقراية الإنجيل وبالصلة للرب يسوع. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز. كثير منكم عم يرسل لنا صور، ومعظم هيدي الصور تلقتوها بعد سلسلة التليفون وارسلتوها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن رح نعرض كل الرسائل اللي وصلتنا على الفيسبوك والايميل مخصصين للبرنامج. رح ننتقل مع زميلتنا جوال تتعرفنا على صوركم. مرحبا جوال. هاي غادي وجينيفر، كيفكن اليوم؟ هلا رح نشوف سوا صور اللي ارسلوها مشاهدينا على البريد الالكتروني الظاهر على الشاشه وعلى صفحه اي اس نيوز على فيسبوك. واول صوره معنا لليوم من جان. ثانك يو جون على هالصورة الحلوة اللي أرسلت لنا إياها. تاني صورة رح نشوفها سوا هلأ من جونير. شكرا جونير على هيدي الصورة. تالت صورة معنا لليوم من جينيفر. ثانك يو جينيفر. الصورة اللي بعدها من بيشوي ورجيها عطلة. شكرا بيشوي على الصورة الحلوة. وآخر صورة معنا لليوم من عبد النور. ثانك يو عبد النور. ما تنسوا مشاهدينا دايما ترسلوا لنا صوركم على البريد الالكتروني الظاهر على الشاشه وعلى صفحه اي اس نيوز على فيسبوك. هيدا كان كل شيء معنا لليوم، عوده لكم غدي وجينيفر. ورح ننتقل كمان لزميلتنا رومي حتى تخبرنا شو عندها شيء جديد لليوم. مرحبا رومي. هاي جينيفر وغدي، كيفكن؟ رح نحكي عن لما يجي الخوف. بيقول صاحب المزمور: عند الخوف انا اثق بك. الخوف عكس الإيمان، الخوف بيرجعنا لورا، الإيمان بيرفعنا لفوق. وقت الخوف لازم نطرح كل الثقة بالرب، لن أخاف لأنك معي. الإيمان بيجي لما نصدق كلمة الله، الخوف بيجي لما نصدق الظروف يلي حولنا. منشان هيك وقت الخوف تذكر وقرأ كلمات الكتاب المقدس وصدق الرب شو عم بيقول بالكلمة، لأنه رح يعطيك الإيمان حتى تنتصر على الخوف. هذا كان كل شيء لليوم، العودة لكم جينيفر وغدي.
ما بننسى تقاريركم المصورة يلي أرسلتوها لإلنا يلي صورتوها بكاميراتكم المنزلية أو عبر الهاتف. صاروا مواهب عندكم إياها وارسلوها بالإيميل أو عبر اليوتيوب ونحن نتكفل بعارضها ببرنامجنا. أما التقرير اللي وصل لإلنا اليوم هو من ماريبال. اسمي ماريبال فرج وعمري 11 وأنا بالستيام وأنا بحب كثير أعمل فيولون وأنا بمزار شاهين ومع أستاذ جيوفاني وهلأ بدي أدق لكم بينجو. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أنا وغادي منودعكم على ما نشوفكم بحلقة جديدة. باي.